هذا النصر نقدمه لشعبنا المظلوم في فلسطين المحتلة ولشعوب أمتنا العربية والإسلامية. ومن هنا من بنت جبيل المحررة أخاطب شعب فلسطين المظلوم المعذب المضطهد، يا شعبنا في فلسطين، مصيرك بيدك، مصيرك بيدك، أرضك تستطيع أن تستعيدها بإرادتك، بخيار عز الدين القسام، بدماء فتح الشقاقي ويحيى عياش، يمكنك أن تستعيد أرضك دون أن يمن عليك هذا الصهيوني بزاروب هنا أو قرية هناك. يمكنكم أن تعيدوا أهلكم إلى ديارهم بفخر واعتزاز دون توسل لأحد. أنتم تستطيعون أن تستعيدوا أرضكم وحقوقكم المشروعة حتى ولو تخلى عنكم كل العالم. دعوا هذه الأدلة والحجج جانبا. إن طريق فلسطين، يا شعب فلسطين، إن طريقكم إلى الحرية هو طريق المقاومة والانتفاضة، المقاومة الجادة والانتفاضة الحقيقية. ليس الانتفاضة في إطار أوسلو، وليس الانتفاضة في خدمة المفاوض المتنازل في ستوكهولم. الانتفاضة والمقاومة الذي لا ترضى إلا بالحق كاملا، كما في لبنان. في لبنان، كل لبنان يرفض أن يبقى جزء بسيط من أرضه تحت الاحتلال. هذا النموذج اللبناني الراقي نقدمه لشعبنا في فلسطين. نعم، أنتم الفلسطينيون المظلومون، أنتم الفلسطينيون العزل، أنتم الفلسطينيون المحاصرون. يمكنكم أن تفرضوا على الغزاة الصهاينة أن يعودوا من حيث أتوا، فليذهب لفلاشة إلى أثيوبيا. هلا أرض واسعة بأثيوبيا في محلات منيح. فليعد اليهود الروس، فليعد اليهود الروس إلى روسيا. على كل، الخيار عندكم والنموذج ماثل أمام أعينكم. المقاومة الصادقة والجادة يمكنها أن تصنع لكم فجر الحرية يا إخواننا وأحباءنا وأعزائنا في فلسطين. أقول لكم يا شعبنا في فلسطين، إن إسرائيل هذه التي تملك أسلحة نووية وأقوى سلاح جو في المنطقة، والله هي أوهن من بيت العنكبوت، والله هي أوهن من بيت العنكبوت. لكن إذا كنتم تريدون الاعتماد على الاتحاد السوفيتي كما كان في السابق لن تصلوا إلى نتيجة. إذا كنتم تنتظرون المجتمع الدولي لن تصلوا إلى نتيجة. إذا كنتم تراهنون على المعادلات لن تصلوا إلى نتيجة. لكن يا شعب فلسطين، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا شعب فلسطين، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. لشعوبنا العربية والإسلامية، أيتها الأمة العربية، يا عالمنا العربي والإسلامي، الخزي والهزيمة والذل والعار من الماضي. هذا الانتصار يؤسس لحقبة تاريخية جديدة ويقفل الباب على حقبة تاريخية ماضية. دعوا اليأس جانبا وتسلحوا بالأمل. دعوا الوحن جانبا واشحذوا الهمم والعزائم. إنني اليوم باسم كل الشهداء في لبنان، باسم كل المظلومين في لبنان، أطالب الحكومات العربية بالحد الأدنى أن توقف التطبيع مع إسرائيل، أن تقطع علاقاتها بإسرائيل، أن تفرض موقفها وقرارها على إسرائيل. وأطالب الشعوب العربية أن تقف إلى جانب فلسطين وشعب فلسطين، وترفض أي شكل من أشكال التطبيع مع هذا العدو.
إسرائيل الكبرى هزمتها المقاومة، وإسرائيل العظمى تهزمها المقاومة، وأحد أشكالها المهمة مقاومة التطبيع.